الشيطان للبعض له همزات، لا يستقر، يضرب ويهرب، عندما يغفل قليلا يحتد في الكلام، عندما يغفل قليلا يغضب على الغير. البعض في فم الشيطان، في بطن الشيطان، وهو يقول أعوذ بالله، ما الفائدة؟ توصية جميلة أبوية: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. حديثنا حول ذلك الموجود الذي يجري فينا مجرى الدم في العروق، يرانا هو وقبيله من حيث لا نراه، خبرته في إغواء بني آدم آلاف السنين، والذي حاول مع كبار البشر وعلى رأسهم آدم أبو البشر إذ أخرجه من الجنة. الكلام عن مكائد إبليس الذي لا يغيب عنا، يجري مجرى الدم في العروق. في المعوذتين، هكذا نقرأ: الذي يوسوس في صدور الناس. الوسوسة فعل مستمر بالمضارع، يعني الذي يريد أن يكون في أمان من إبليس لا بد أن يكون متصدياً لكيد إبليس في كل آن، لأنه يأتيك من بين يديك ومن خلفك. من الآيات المخيفة الآن بعض الروايات تبين لنا مكائد إبليس، البعض قد يشكك فيها مثلاً، ولكن هذا الكلام الفاصل قول ربنا: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. هنا اختلاف، ما معنى وشاركهم في الأموال والأولاد؟ نعم، هناك معنى الآن البعض قد لا يستوعب هذا المعنى، الذي مثلا يقترب من زوجته ولا يسمي. نعم، الشيطان قد يكون له دور ما في انعقاد النطفة. الآن كيف؟ لا نعلم كيف. من بلغ سنا معينا ولم يتب يمسح الشيطان على وجهه، يقول هذا وجه لا يفلح أبدا. ما المانع؟ الشيطان يمسح على النطفة أيضا ليكون هذا شريكا له في المستقبل. المهم التسمية، ذكر الله عز وجل يبعد الشياطين، لهذا عندما تذبح الذبيحة أيضا قل بسم الله، الشيطان يبتعد عن هذه الذبيحة وإلا صارت ميتة. نعم، ميتة نجسة يحرم أكلها. المهم في الرواية تبين بعض المصادق الآية عامة: من هم الذين الشيطان لهم فيه نصيب؟ هؤلاء كأنهم شركاء الشيطان. أولا، من لم يبال ما قال وما قيل فيه فهو شرك شيطان. إنسان لا شخصية له، لا عفة له،
إذا قيل عنهما قيل لا يبالي، يتكلمون عن طبعا كلاما باطلا، إن كان الكلام حقا عليه أن يصلح نفسه. إنسان هكذا يأذن لكل أحد أن يهتك حرمته، هذا الإنسان لا يكون مؤمنا. ومن اغتاب أخاه المؤمن لا مطلقا بقيد، هذا القيد تأملوا فيه، من غير ترة بينهما، ليست عندك مشكلة مع مؤمن ولكن تغتابه، أنت شريك الشيطان. مرة آذاك أحد، ظلمك أحد، تقول فلان ظلمني، ولكن إنسان لم يظلمك، بل انتبهوا إلى بل أحسن إليك يوما ما، إذا اقتبته هذه الغيبة قاصمة للظاهر، لأنك ما أحسنت الإحسان. ومن شعف بمحبة الحرام وشهوة الزنا، وبعبارة عصرية إنسان تغلب عليه شهوة الجنس كما يقال، يصبح ويمسي وهمه النظر الحرام، في النهار في الأسواق ينظر، في الليل في جوف الليل من خلال الأجهزة ينظر النظرة المحرمة، هذا مشعوف بمحبة الحرام وشهوة الزنا. إبليس مطلب آخر، إبليس لا يحاربنا لوحده، لإبليس أعوان. أولا له أعوان من جنوده، إبليس له جنود فكبكبوا فيها، هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون، الإبليس الأكبر الشيطان الأكبر هو الذي حاول مع أبينا آدم وحواء، ولكن لا تنسى أن له أعوان وأنصار. ولهذا في حوار بين إبليس ونبي الله موسى كليم الله، إبليس كان يتجلى للأنبياء ويحدثهم، وبعض أسرار إبليس وصل إلينا من خلال الأنبياء. قال لموسى: يا موسى لا تخلو بامرأة لا تحل لك، الخلوة مع الأجنبية، فإنه لا يخلو رجل بامرأة لا تحل له إلا كنت صاحبه دون أصحابي. ولهذا يأتينا مؤمن متورط يقول في ساعة من ساعات الغفلة والخلوة ارتكبت الحرام الكبير، وما كنت أظن في يوم من الأيام ارتكب الفاحشة. هذا الاعتراف وصلنا، امرأة عفيفة تقية نقية محجبة 20-30 سنة، شيطان بشري أغواها جذبها في خلوة، وإذا بها تفقد ما تفقد، تقول كيف صار هذا؟ إبليس الكبير اشتغل عليها. يقول في الرواية: كنت صاحبه دون أصحابي. لا تثق بنفسك، لا تقل أنا مؤمن أنا عندي سابقة، فلت مرة فلت مرتين ثلاث، في الرابعة تقع في شباك إبليس، كن حذرا. إذن المرأة الشهوة هذا من جند إبليس، يعني إبليس له أعوان، ومن أعوانه النساء أيضا، وكذلك الغضب. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في كتاب له إلى الحارث الهمداني يقول: احذر الغضب فإنه جند عظيم من جنود إبليس. الآن الكتاب إلى الحارث الهمداني خصوص الحكام
الغضب يستولي عليهم لما لهم من السلطة والنفوذ، وأنت أيضا من الممكن في ساعة من ساعات الغضب تقول ما لا يليق بك. وأخيرا من أعوان إبليس قلنا جنوده النساء والغضب، وأخيرا أئمة الجور وأئمة الكفر. يقول إمامنا أمير المؤمنين: اتخذهم إبليس مطايا ضلال وجندا بهم يصول على الناس وتراجمة ينطق على ألسنتهم. ترى البعض له كلام منمق، له خطاب كذائي بليغ، ولكن الشيطان ينطق على لسانه. اتخذه الشيطان مطية، فعله مراد إبليس وكلامه كلام إبليس. إلهي بحق أوليائك وبحق الصالحين من عبادك نجنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. أبلغ سلامنا إلى إمام زماننا واردد إلينا منه السلام. أبلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات. Yeah.